تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزاره الثقافه حول المخرجات الصادره عن لجنه الثقافه والهويه الوطنيه بالحوار الوطني وخطه وزاره الثقافه لتفعيلها في ضوء التكليف بالبدء في تنفيذ التوصيات الصادره عن المرحله الاولى من الحوار الوطني. هذا وتضمن التقرير الاهداف الرئيسيه للجنه الثقافه والهويه الوطنيه بالحوار الوطني وعددا من المقترحات الصادره عن خبراء اللجنه في هذا الشان. كما تضمن الوضع الحالي لوزارة الثقافة وخطتها المستقبلية لتفعيل مخرجات اللجنة وأهدافها، ومن بينها تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية في دعم الهوية الوطنية